رغم من كون الأضحية من شعائر الإسلام، أكد عدد من الأطباء البيطريين وأساتذة صحة التغذية على ضرورة أن تكون الأضحية سليمة وخالية من الأمراض، وأشاروا إلى أهمية أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع، فيشترط في الإبل أن تكمل 5 سنوات والأبقار 2، في حين أن الماعز يجب أن تكمل 1 سنة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم 6 أشهر وأن تدخل في الشهر 7. وفي نفس السياق أوضح البعض أن هناك عوامل ومؤشرات ظاهرية تدل على صحة الأضحية، ومنها على سبيل المثال أن تكون الرأس متجهة إلى أعلى وليس لأسفل، وألا توجد إفرازات في الأنف، وأن يكون الحيوان نشيطا. وشدد أطباء على ضرورة عدم جواز ذبح الأضحية المريضة بأي نوع من الأمراض، خاصة المرض المنتشر حاليا وهو الجلد العقدي والحمى القلاعية. وعند ذبح الأضحية نصح الأطباء بضرورة إعطاء الحيوان المياه طوال فترة احتجازه للذبح لسهولة سلخه، مع الرفق به أثناء عملية الذبح. وفي نفس السياق أكد آخرون على ضرورة منع الأكل عن الأضحية لمدة 12 ساعة قبل الذبح، وأن تكون في راحة قبل الذبح بحوالي 6 ساعات، بما ينعكس على جودة لحمها. وشدد الأطباء على ضرورة الابتعاد عن الشوادر العشوائية أو شراء خروف العيد من الباعة الجائلين، حيث يكون مصدر تغذية الخروف قبل حلول العيد هو القمامة. وفضلوا أن يتم ذبح الأضحية في أحد المجازر الحكومية حتى يتم الكشف عليها بيطريا عن طريق طبيب المجزر. ولضمان سلامة لحم الأضحية نصح أساتذة التغذية الصحية بعدم ترك لحمها في مكان به هواء متجدد عدة ساعات، وشددوا على ضرورة وضعها في الثلاجات لحماية اللحم من التعفن ومن التأثر بالميكروبات والبكتيريا الضارة. مرة تانية صباح الخير على كل مشاهدينا. التقرير استعرض ازاي نختار الأضحية الصحية وايه هي الشروط في عملية اختيارها. خلونا احنا بقى نقرب من الشروط والمواصفات بشكل اكثر تفصيلا للناس اللي هتقوم بعملية التضحية بكرة ان شاء الله، ينظروا نظرة كده خيرة على الضحية بتاعتهم من خلال الكلام اللي هنطرحه في هذا اللقاء مع ضيفي الكريم الدكتور فهيم عزيز الدين، استاذ الرقابة الصحية بجامعة بنها. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. الشرع وضع شروط للأضحية عشان تحقق الفائدة القصوى منها، التقرير استعرض جزء منها. خلينا بقى نلقي نظرة كده تفصيلية على الشروط دي وشروط الصحية كمان. وحضرتك الأضحية من الواحد يقرب منها تكون تقف، ما تظلش نايمة، تتحرك. يعني واحدة ما قرب منها تقف. أما تقف دليل إنها سليمة. تتحرك كويس، منطقة الفم تبقى مبللة بسيط، يعني مبقاش نازل منها ريالة تدل ان هي عندها حالة مرضية. الحيوان يكون بيكتر، العين بتاعته تكون سليمة، القرون بتاعته تكون سليمة، منطقة فتحة الشرج ما يدلش ان فيها اسهال. الواحدة لما يجي يشتري اضحية يشتريها مكان معروف، مثلا مزرعة، فلاح يكون عارفه، يكون ضامن يعني الاكل الاضحية دي بتاكله. انما المشكله مثلا ممكن واحد يروح يشتري اضحيه يكون مثلا اللي هم الاغنام اللي بترعى على القمامه، فدي بتكون غلط ولحمتها بتكون غير سليمه وممكن تضر المستهلك. فعلشان كده حضرتك الواحد لما يجي يشتري اضحيه يطمن كمان على نوع الاكل الحيوان بياكله، المفروض يكون مثلا عليها خضره، المفروض يكون اكل صحي معروف، بحيث ان الاكل ده هو بيأثر على جوده اللحوم. فالاكل لو مثلا ممكن لو في ريحه او كده زي بصل او سمك او كده فده ممكن اللحمه بتاخد نفس الريحه. المفروض الحيوان ده هو اما الواحد يشتريه يعني مثلا يريحه قبل الذبيح، المفروض مثلا يعني يريحه يعني مثلا ما يجهدوش، الاجهاد ما يجهدوش، ما يحركوش كتير. الاجهاد
الإجهاد ده حضرتك بيبقى فيه حاجة في الحيوان اسمها الجليكوجين. فالإجهاد ده بيقلل الجليكوجين، وبالتالي لما الحيوان بيذبح الجليكوجين ده بيتحول إلى مادة اسمها حامض لاكتيك. حامض اللاكتيك ده ما بيكون الجليكوجين كتير، بيكون كمية حامض اللاكتيك اللي بتتكون تبقى كتيرة، ودي بتعمل حفظ للحمة. ودي بتعمل عملية تسوية للحمة. يعني مثلا تسوية، يعني الواحد لو اشترى اللحمة وأكلها بعد الذبيح مباشرة لا اللحمة تشد، إنما لو سابها 24 ساعة بحيث إن حامض اللاكتيك ده بيخلي الألياف المسكة أو الألياف الضمة في اللحمة تفك، ده بيحللها، فالواحد ياكل لحمة يلاقي اللحمة ما بتشدش، يعني تقطم على طول. فدي حاجة خلي بالنا منها. المفروض الحيوان مثلا نأكله لغاية قبل الذبيح ب 12 ساعة نصومه، الحيوان نسقيه مية بحيث إنها تقلل البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية. فكل ده حاجات كويسة بنعملها للحيوان بحيث نحصل على لحمة جيدة وذات جودة عالية وتكون صالحة وما تضرش المستهلك. هل في نوع ما من الامراض بينتشر ما بين الحيوانات في المرحله دي يجب ان احنا نكون على حذر منه واحنا بننقي الضحيه؟ وحضرتك المفروض الحيوان ما يكونش عنده حمى. يعني ايه حمى؟ هبص الاقي الحيوان عنده درجه حرارته مرتفعه، هلاقي فيه احمرار في العين، فالحيوان ده هوت المفروض نبعد عنه ما نشتريهوش. الحيوان لو فيه رياله بتنزل من البق، رياله سميكه زي الخيوط كده، ده بيدل ان عنده حمى قلاعيه. وبرضه الحيوان لو مشي ولقيت الحيوان بيعرج ممكن يكون الحيوان عنده حمى قلاعيه، ده ما اشتريش الايه؟ الحيوان ده هو. لو اشتريت الحيوان ولقيت الجلد بتاعه عليه عقد ده برضه ما اشتريهوش. فالمفروض الحيوان يكون الجلد بتاعه سليم، منطقه الفم مرطبه بسيط ما فيش منها رياله جامده، العين تكون سليمه اللي هي اللون الابيض بتاعها، لا تكون حمراء ولا تكون صفراء. لو العين صفرة معنى كده الحيوان عنده مرض الصفرة، فده برضو ما اشتريش الايه الحيوان ده. طيب هل طريقة ذبح الأضحية بتأثر في انها تكون صحية او غير صحية؟ طبعا احنا بنتبع طريقة الذبح الإسلامي بشكل عام، طبعا. لكن هل بتفرق من جزار للتاني في عملية الذبح ولا هي واحدة؟ والمفروض الجزار لما يجي يذبح الأضحية السكينة تكون حامية، يعني بحيث ان هي لو هي السكينه مش حاميه دي هتعذب الحيوان. طبعا. فده هتعمل اجهاد عليه. فاللحمه هتكون مش جيده، فالسكينه تبقى حاميه. الحيوان نكون مصومينه قبل الذبيح ب 12 ساعه بحيث ان اللحمه بتاعته تطلع جيده. الحيوان بعد ما بنذبحه بنسيبه حوالي يعني لغايه ما يحصل نزيف كامل له، الدم اللي فيه ينزل والحيوان يبطل ترفيس. طبعا في الذبح الاسلامي الحيوان بيكون في وعيه، فالحيوان بيقعد يرفس لغايه ما يفض الدم بتاعه كله. انما في الذبح الغير اسلامي دول بيعملوا زي صدمه بالكهرباء، فالحيوان لا بيرفس ولا بيعمل، وبتكون فيه كميه الدم كتيره، فده طبعا خارج الذبح الاسلامي. فالذبح الاسلامي احنا بنسيب الحيوان يرفس، الحيوان يحصل له نزيف، بعد كده بياخدوا الحيوان يسلخوه ويجوفوه، وبعد كده بيقطعوا اللحمة. أما بقطع اللحمة في حاجة نعملها، نحط اللحمة في رف التلاجة، الرف اللي هو العادي اللي هو التبريد، لمدة 12 ل 24 ساعة. ليه؟ لو أنا ذبحت الحيوان وقت الذبيح بتبقى حرارة الحيوان حوالي 37 درجة مئوية، فبعد التجوف الحاجات ده بتبقى حوالي 33 درجة مئوية. لو انا خدت اللحمه ده وعملت لها تجميد مفاجئ، في الديب فريزر هتكون طبقه تلج حوالين اللحمه. طبقه التلج ديت هتعمل طبقه عزله بين الحراره السخنه اللي جوه وبين البروده اللي بره. طبعا في ميكروبات موجوده وخاصه اللي هي لا هوائيه، فالميكروبات هتنمو، وهي كمان موجوده في لحمه، يعني ماده غذائيه غنيه، فاللحمه هتبوظ، وانا بيهيئ لي ان اللحمه انا حافظها. فالمفروض اللحمه الاول نحطها في رف الثلاجه لمده 12 ل 24 ساعه، تاخد تبريد خفيف، يعني تاخد تبريد لغايه ما توصل درجه حرارتها الى 1 درجه مئويه.
وبعد كده احطها في الديب فريزر. اما احطها في الديب فريزر اعمل كذا حاجه. ايه هي؟ بحطها في اكياس تكون ست البيت مقطعه اللحمه في كل كيس على قد عدد الاسره. وتكتب على الكيس تاريخ اللي هي شاليته امتى. مثلا شاليته النهارده تاريخه كذا كذا، اكتبه على الكيس، احط الاكياس في الديب فريزر. اما احطها في الديب فريزر اسيب مسافه هواء بحيث ان الهواء البارد يتخلل. ما بنسيبش مسافه يا دكتور خلاص، احنا ما ده غلط بقى. ما هو ده الغلط. يعني مثلا في ناس كتير يجي يجمد اللحمه يفاجئ انها بعد فتره بسيطه باظت. ايه السبب؟ ان هو عمل ديب فريزر زي الرف بتاع الدولاب، عمال يحشيه يحشيه يحشيه، فمفيش تيارات هواء بتلف حوالين اللحمه، وبالتالي ما بيحصلش تبريد، وبالتالي بيحصل فساد سريع في اللحم. وست البيت دايما في قاعده في التخزين يقول لك ايه؟ فيرست ان فيرست اوت. يعني اللي انا احطه الاول استخدمه اخرجه الاول. ما جيش بقى هي تحط الديب فريزر بتراعي شويه، ممكن تنسى حاجات جوه الديب فريزر وتطلعها بعد ما تكون باظت. ده بيحصل مع كل الستات. في اجزاء معينه هي اللي بينصح انها يتم تناولها افضل من غيرها، وهل برضو بنفس الطريقه في اجزاء نبعد عنها؟ هو حضرتك يعني ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم قال ايه؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالواحد ياكل قد طاقته، ما يقعدش بقى يسرف. الاسراف ده هو ده اللي هيجيب الامراض. فالواحد مثلا المفروض في اكل اللحمه المفروض كل كيلو جرام من وزن البني ادم بيقابله جرام لحم. يعني لو واحد وزنه 70 كيلو ياكل 70 جرام، واحد وزنه 100 كيلو ياكل 100 جرام، ما ياكلش اكتر من كده. فالمشكله اما الناس بتاكل كميه كبيره، فدي اللي بتعمل مشاكل، وخاصه مثلا الناس اللي عندها سكر او عندها مشاكل في الكبد وكده، او تصلب شرايين او كده، او حاجات في القلب. فده يعني ناكل على قد الكميه المحدوده. طبعا كلنا بنحفظ اللحمه في الثلاجه مدد، هل في مده زمنيه هي المفضله انها تفضل فيها اللحمه بعدها؟ يعني لازم نكون استخدمناها في الوقت ده. هو حضرتك في التجميد في تجميد تجاري وفي تجميد منزلي. في التجميد التجاري بيحط اللحمه في نفق تجميد بتوصل حرارته لحوالي ناقص 40 او اكتر، فلغايه اللحمه تتجمد. بعدها بتتجمد عند ناقص 40 بيحطها في الديب فريزر يخزنها عند ناقص 18. ده التبريد الايه؟ التجاري. التبريد المنزلي انا بحطها عند ناقص 18 تتجمد. فطبعا التبريد او التجميد التجاري افضل من التجميد الايه؟ المنزلي. فاحنا صلاحيه اللحمه المجمده سنه. بس في يعني اما اجي اجمد اللحمه في البيت ما تقعدش بقى ست البيت تقعد كل شويه تفتح باب الثلاجه وتقفل باب الثلاجه، ده بيعمل تذبذب في الحراره. فده بيؤدي الى فساد اللحم. فالمفروض الست البيت تحط الحاجه في الديب فريزر، ما تفتحوش الا وقت الاستخدام، وفتره بسيطه وتيجي على طول ايه؟ قافله، ما تسيبهوش. انا بشكر حضرتك دكتور فهيم عزيز الدين استاذ الرقابه الصحيه بجامعه بنها، شرفتنا بوجودك معنا النهارده، وكانت نصائح مفيده وعظيمه. الله يخلي حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. كل عام وانتم بخير مشاهدينا، دي كانت نهايه فقراتنا النهارده في هذا الصباح، غدا ان شاء الله معكم في عيد الاضحى المبارك، ساعتين مختلفتين على الهواء ان شاء الله من هذا الصباح، فقراتنا ايضا وتغطيتنا مستمره معكم، شكرا لكم.